افتتح التسجيل من ركل الجزاء نفذها بدقة عمرون. بعدها تمركز اللعب وسط الميدان دون خلق فرص سانحة، فيما طالب عناصر شبيب سكيكدا بخطأ في هذه اللقطة. تراجع أداء الشبيبة في الشوط الثاني سمح لعمرون من إضافة الهدف الثاني برأسية محكمة بعد ركنية نفذها دوادي. سيطرة شباب الفكرون جسدها البديل معنصر بهدف ثالث، وبالتالي التأهل إلى الدور القادم من كأس الجمهورية. حضرنا المقابلة هذه بان أديو مقابلة مليحة الحمد لله، برميطوكم شتو كان أداء تاعنا جيد كما يقول لك الحمد لله، ما بالاعتراف الخصم وهذاك. وش هي الدوزيميطون كما يقول لك كانوا بالك شوية هما عندهم الإرادة بيفوتوا أكثر، كما يقول لك هما إن شاء الله بون كونتينياسيون، وحنا إن شاء الله نكملوا في الشامبيون إن شاء الله. حقوا الهدف تاع المنشود هو الصعود إن شاء الله. الشوط الأول أدينا الشوط الأول شوية موش مليح، كانت الخطوط الثالثة ماهيش متوازنة مليح، اللاعبين ما دخلوش في المقابله، مقابله تاع كاس بالرغم يعني من اسبوع كامل وحنا نحثوا فيها مع التركيز سيرتو على التركيز. لكن نظن في الشوط الثاني قمنا بتغييرين، يعني دفعه واحده دفعنا بلاعبين خلقت لنا شويه توازن خصوصا من الدفاع ووسط الميدان. نظن الشوط الثاني كان احسن بدليل ان الفريق سجل هدفين وتحروا كما نقولوا احنا من الناحيه المعنويه، الهدفين هذوك حروهم وخلوهم يلعبوا كره نظيفه.